يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طبيب، وتعلمون الدراسة الطبية وما يتعلق بها، فكيف أوازن بين هذه الدراسة الطبية وبين دراسة العلوم الشرعية؟ وهل تعلم علوم فروض الكفاية له أجر كتعلم العلوم الشرعية؟ وبماذا تنصحنا وفقك الله؟ كل تعلم العلوم الشرعية كله فيه أجر وفيه خير، سواء ما تعلمه فرض كفاية أو ما تعلمه فرض عين، كله فيه أجر. وبإمكانك أن توفق بين الدراسة الطبية والدراسة الشرعية بأن تجعل كل شيء له وقت خاص. بإمكانك أن ترتب أمورك على هذا. نعم.